الرحمن الرحيم. لماذا نقول بأن العربية السعودية فشلت في تحقيق أهدافها عندما دخلت البحرين؟ أولا فإن هذا الدخول دخولا غير شرعيا، لأن الأغلبية الشعبية في البحرين لم تفوض أي جهة محلية أو خارجية أن تدعم قوات أجنبية وخارجية أن تتواجد في البحرين وتقمع شعب أعزل طالب بمطالب عادلة. نعم هناك حكومة دعت السعودية للدخول، ولكن هذه الحكومة لا تعبر عن رأي الشعب ولا تملك الشرعية، والدليلنا على ذلك ما جرى بتاريخ 22 فبراير 2011 من الحضور الشعبي الساحق. أغلبية شعب البحرين كان في هذه المسيرة وطالب بإسقاط الحكومة وتغيير الحكومة، وكذلك طالب بمطالب أساسية جذرية، وعود الشعب مجددا في الشوارع على مدى 7 سنوات ويطالب بنفس المطالب، كما تجسد هذا الحضور الجماهيري بتاريخ 9 مارس 2012 عندما تمسك الشعب بمطالبه ورفض وجود هذه القوات في البحرين. نقول بأن هذا التدخل لم يحقق لا أمنا ولم يحقق سلاما ولم يحقق رفاهية ولم يحقق تجانسا اجتماعيا. فمنذ هذا الدخول وجدنا أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت، كما أن الاضطهاد الديني تعمق، إضافة إلى الشرخ الطائفي ازداد، وكذلك الأزمة السياسية لم تحل. نحن نحمل السعودية هذا الأساليب القمعية للنظام البحريني، كما نعتقد من يدعي أن يكون مصلحا ويدعي أن يحارب الفساد في وطنه ويدعي بأنه يريد أن ينفتح على الغرب ويدعي أن يسمح للحريات العامة، فعليه أن يفرضه على من يتبعه. والدور السعودي على البحرين واضح وجلي، لذلك البرهان ليس من خلال الادعاء، البرهان من خلال الممارسة، ونحن نحمل السعودية كل المسؤولية لهذه الانتهاكات الجسيمة. لولا الدعم السعودي لما تجرأ النظام أن يقدم على هذه الانتهاكات الجسيمة، سواء من خلال المضي قدما في إصدار الأحكام الجائرة بالإعدام، أو من خلال إسقاط الجنسيات، أو من خلال الترحيل القسري، أو من خلال الاضطهاد الديني، أو من خلال الأحكام المؤبد، أو من خلال اعتقال كل زعماء المعارضة ووضعهم خلف السجون. نعم من يريد إصلاحا يسعى إلى أن يكون للشعب كلمة، وأن يكون الإدارة الأوطان بيد الشعوب وليس بيد الأنظمة وليس بيد العوائل. نعم هناك مع الأسف دعما غربيا واضحا بقيادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة. نعتقد أن هذه السياسات الخاطئة لن تؤدي إلى الاستقرار ولن تؤدي إلى مصالح الشعوب، وكذلك لن تؤدي إلى مصالح هذه الدول الكبرى. الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا من خلال أولا تبني مشروعا إصلاحيا جذريا وصولا إلى الدولة الديمقراطية المدنية، وثانيا احترام الحريات العامة على كل المستويات وتوني كل المواثيق الحقوقية الدولية، وثالثا تبني مشروعا تنمويا للسعي للرفاه العام، ومن ثم تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والدخل العام للمواطن. ولكن مع الأسف ما هو حاصل مخالف تماما لذلك. لذلك عودا على البدء، هذا التدخل أدى إلى التدمير وأدى إلى الفرقة ولم يؤدي إلى تحقيق نتائج يؤدي إلى مصلحة الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.